متابعين الكرام، جمعة مباركة عليكم إن شاء الله. حبيت أسوي مقطع فيديو قصير بخصوص البلبل الوحشي، شلون نحوله إلى بلبل طور ويغرد. متابعين الكرام، البلبل الوحشي أولا بدايته ينصاد من البساتين وينصاد من المزارع او اي مكان يتواجد به هذا البلبل الوحشي. تجيبه هذا البلبل الوحشي تصيده بقفص خشب، تخليه بالبيت بس مو قريب عن العائلة، تخليه بحيث انه يعني مكان شوية يعني عالي لمدة اسبوع لحد ما يستقر ويشوف المكان ويأمن به. انه بتحب شوية تقربه على العائلة، تخليه مثلا قريب عن العائلة، تطيع يعني الاكل اللي هو اللي يعني غذاء البلبل او خلطة او فواكه اذا ما عندك خلطة. مرور الوقت بهاي الايام يستقر البلبل، الخوفة شوية تقل من عنده، راح يغرد. بس يغرد شيء قليل، يعني مثلا تغريدة نقول ربع تغريدة، اقل الربع، يبقى لمدة شهر تقريبا شهرين يلا يقوم يغرد. اكو ورا 20 يوم يغرد، اكو ورا شهر، اكو ورا شهرين، اكو ورا 6 شهور يقوم يغرد شوية شوية لحد ما هو من يعني البلبل من ذاته يقوم يعني يقوم يغرد لحد ما يفتح لساناته، يعني يقوم يغرد تغريده طويله، احنا نقول عليه فاتح لسانه. والافضل نخليه بقفص خشب، لانه القفص الخشب هذا بيه خوفه، فمن يتقرب عليه احد يقوم يتحرك قوي بالقفص حتى لا يتاذى، نخليه بقفص خشب. والبلبل الوحشي اللي يصير طور وخام هذا افضل تغريدة من الاليف. ليش متابعين الكرام؟ لان البلبل الوحشي الطور سامع من البرية تغاريدها كلها صحيحة، يعني ما سامع من كناري او يعني طيور قريبة عليه، فصير تغريدة حلو دائما ما البرية تغريدة، والتغريد بيرنة، يعني شلون الرنة مو مثل الصافورة. فهذا يتميز عن البلبل الأليف من ناحية التغريد، وهو أغلى من البلبل الأليف، يعني يوصل للـ200 للـ300 للـ400 للـ500 الألف دولار يوصل البلبل الطور الخام المضبوط اللي لساناته صحيحة وقديمة. هذا بلبل يعني كلش يعني سعره غالي، أغلى من الأليف بهواية. فحبيت أنها أوضح لكم بخصوص البلبل الطور الوحشي شلون الصيدة وشلون الجلسة، واعذروني على الإطالة. وهذا ماكس قدامكم بلبل وحشي، وهسه حاليا راكد، وتحياتي لكم. لا تنسون دعم القناة وسوي حركة تكسب لوال.